معكم بالله أبو جهاد محمد طقش، مسؤول جمعية نفحات الشام الخيرية. بفضل من الله قمنا بافتتاح سوق خيري، وهذا السوق الخامس لنا، يعني هذا السوق الخامس اللي نقوم فيه، بس هذا السوق الأضخم والأكبر على مستوى جمعيتنا وعلى مستوى المنطقة المحررة بالكامل. نحن أقمنا السوق يعني مشان الناس إن شاء الله يعني قدم لها أفضل سلعة وأفضل طريقة لتقديم المعونة للناس، بطريقة تكون فيها حيوية، فيها إعادة روح أهل الشام، إعادة الأسواق الحلبية بالأخص، إعادة يعني صراحة رفع المعنويات لشعبنا المكلوم. وبفضل من الله فتحنا عدة أقسام، منها ألبسة ولادي وبناتي ورجالي وأطفال وشالات وأحذية ومفروشات، إن كان سجاد وإن كان حرامات، يعني في عنا عدة أقسام. في عنا آخر شيء، عنا شيء اسمه هدية السوق، هو بنعطي التمر اللي بيقولوا هذا الأكل اللي وصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنقدم اكسسوارات وهدايا للأطفال. بنفس الوقت نحن عنا آلية لإدخال الأهالي المستفيدين، عنا آلية معينة وفريدة من نوعها. نشكر منظمة جمعية نفحات الشام الخيرية في ترمانين التي أشرفت على تنفيذ مشروع المقدم من الأخوة في الإيهارة، جزاهم الله عنا كل خير. أنا اسمي وعد، جيت لهون عشان أشتري هدايا والوعد.